الشمس العشية مهيلة تغيب الله رفا هيا اشتبا بيا حساستني في القلب الشوقا صرفق عليا كما كنعرفوا حاليا التفاح موجود بزاف يعني كاين في اي دار داكشي علاش اختاريت اني ندير معكم هذا الفطائر لانهم كيجيو سهلين وبنان بزاف غادي نبداو على بركه الله بالمقادير عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الابيض نص كيلو ديال الدقيق الابيض يعني ما يعادل 4 ديال الكيسان ونص ديال 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 الطحين وعندي نبدا نحط في المقادير عندي هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال سنيده ها هي عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال خميره العجين هذه حبوب الا ما كانتش حبوب تقدروا ديروا اخرى ها هي عندي بيضه انا ديجا طربتها ها هي عندي بيضه كامله وعندي هنايا 4 ديال المعالق ديال زيت المائده انا ديجا عبرتهم هنايا وعندي معلقه صغيره ديال الخميره الحلويات يعني راه ما كاملاش خماره انا ديجا حليتها ونضربها معكم ها هي ديجا طاحت دونك معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات وعندي نص معلقه صغيره ديال الملحه كما كتشوفوا وعندي كاس ديال الحليب كاس ديال الحليب دافي ثم وغادي نبدا نخلط العجين ديالي نزيدو كامل تنشوف الا كان قاصح غادي نزيد الماء والا كان شويه خفيف اكثر من اللازم غادي نزيد الدقيق دونك ديما في العجينه اني ميزاني حيت على حسب نوعيه الدقيق ها انتما كيف ما كتشوفوا راه كتجي خفيفه بزاف ها هما انا جمعتها نزتها شويه ديال الماء وانتما تقدروا ديروا الدقيق كيف ما قلت لكم ديما على حسب نوعيه الدقيق دابا غادي نخليها نص ساعه تتخمر دونك من الاحسن انا نخليوها نص ساعه ولا ما كانش عندكم الوقت الكافي يعني الساعه كامله تقدروا تخليوها ما بين 15 حتى 20 دقيقه دونك دابا غادي نلويها في الفيلم اليمونتير وغادي نخليها ترتاح ونتلاقاو من بعد الان بعد ما دازت نص ساعه كيف ما تشوفوا هي خمرت معايا غادي ناخذ غادي نرش سطح العمل بالدقيق غادي ناخذ المدلك ندوزو تاهو بالدقيق وغادي نطلقها نحاول نطلقها مستطيله شوفوا راه سهله بزاف انا ديجا وجدت هذا ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا غنوري لكم من بعد بلاطو انا عندي هنايا غير قراده ها نتوما كيف ما كتشوفوا انا طلقتها مزيان ماشي مشكل واخا ما تكونش مقاده سي با لا بين زعما باش نقطعها باش نقادها على شكل مستطيل انا ها هو التفاح دونك غادي نبدا نستف غادي نخلي من الجناب واحد يعني واحد جوج ولا 3 سنتيمتر وغادي نداس التفاح ديالي غادي نمشي هكا تنعمرها كامله هادي نخلي الجناب حيت غادي نتنيها دونك غادي نخليه انا راه ما عسلتو ما والو
غير قطعتو هكا معليش صافي غادي نكمل هكا ونلها هكا كيف ما كتشوفوا كامله هانتوما راه كتجي رائعه زعما الا تحملت لوزه زعما مثلا كانوا عندك الضياف وبغيتي ديري شي حاجه اللي ما عندكش الوقت باش ديري كيكه او لما عندك الفران مشغول هادو راه كيجيو ساهلين كطيبيهم غير في كيتقلاو غير في المقله هانتوما كيف ما كتشوفوا احسن تقطعوها تقطعوهم رقاق كتهز التفاح قلتلكم انا ثلاثه ديال التفاحات كبارين قطعتهم على هذا الشكل هذا خاصها تجي عامره وصافي وكنبقى على هذا الشكل هذا حتى كنكملها حتى كنكملهم كاملين هانتوما انا عمرتها رانا زدت تفاحه اخرى دونك اربعه ديال التفاحات ما كفاتنيش في هذا في الجهه كيف ما كتشوفوا دونك غادي نبدا معكم الطريقه بسم الله غادي نهز هاد لابارتي هادي الاولى بهذا الشكل هذا غادي نحاول نخمم قداش غادي نحاول نقدم لهنا نهز الطحين ماشي التفاح دونك التفاح غادي يبقى نهز انا العجينة سمحوا لي هانتوما غادي نعاود نفس العملية بهاد الطريقة هادي نحاول نثبت فوالا وكنبقى غادا وانا كنثبت هانتوما هانتوما شفتو كنكمل وانا اون ميم طون كنثبت العجينة على التفاح كنعاود فوالا اي فوالا انا كملتها هادشي دونك هذا غادي نجيب سمح حطيتش ما غاديش ندير الزيت دونك غادي ندير غير يدي ما غاديش ندير الزيت ما عرفتش فين هي الشيته دونك با غاف غندير غير يدي غادي نحاول ندهنها بيدي بالماء بالعرض ديال صبعي ولا العرض اللي بغيتو نتوما وغادي نقطع ما عرفتش كتشوف دونك كنكمل التقطاع ديالي بغيت غير نقول لكم راه المورا ما كتقطعوهم راه كتخليهم يخمروا عاوتاني واحد ربع ساعه باسكو دابا كاين الصاد دونك راه دغيا غادي يخمروا لكم الو هانتوما درت الزيت ديجا سخن كيف ما كتشوفوا دونك غادي ندير على نار متوسطه ما نجهدهاش وغادي نبدا نقلي هانتوما كيف ما كتشوفوا وغادي ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في القلي هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين زوينين بزاف كيجيو مقرمشين كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم انا قدمت معهم حتى الشفنج يعني درتهم بجوج المره الجايه ان شاء الله غادي نحضروا لكم وهذو هما الفطائر ديال التفاح المقليين اللي كيجيو رائعين دمتم في رعايه الله